الوغ انا دكتور حسام محمد امين، جراح ديال الحروق وجراحه تقويميه وجميليه في مستشفى الحسني الاقليمي الحسني في الناظور. بالنسبه للعمليه ديال اصلاح الثدي المبتور ولا الجراحه الاصلاحيه ديال الثدي، ممكن نصوبها من بعد استكمال العلاجات صفاغ الاشعه والعلاج الكيميائي من بعد عمليه البتر الناتجه عن السرطان. خص المريض يتسنى، المريضه تسنى الاشعه ديالها والدواء الكيميائي ديالها. فاش كتسالي عاد كيمكن الناس تدير واحد العام ونص من بعد العمليه ديال الاولى ولا العامين، عاد يمكننا نبداو عمليات ديال اصلاح ديال الثدي. هي العمليه ماشي غير عمليه وحده، غالبا كتتم في جوج ولا ثلاثه ديال العمليات. العمليه الاولى خصنا نعطيو الحجم ديال الثدي اللي يكون بحاله بحال الثدي الاخر العادي. العمليه الثانيه خصنا نصوبوا الحلمه ديال الثدي ونديروا اون سيماتريزاسيون، سيتادير نيكيليبريو ما بين الحجم ديال الثدي اللي صوبنا والثدي اللي كان عندها. يعني كيف ما شفنا ان هذا الثدي ماشي ما فيهش مواد يعني بحال السيليكون ولا شي حاجه، كيفاش كتتم العمليه؟ بالنسبه للسيليكون هو من بين لي مويان، من لي مويان اللي يمكننا نصوبوا بهم الثدي. غير هو على حسب الفيزيونومي، على حسب المريضه كي دايره. كاين المريضه ناحفه، كاين المريضه اللي عندها ان بو دو سور بوا، على حسب كي يمكننا نحطوا لانديكاسيون ديال سوا اون بروتيز دو سيليكون سوا عضله كما درنا. بالنسبه للمريضه اللي درنا اليوم سيتي اون غون دورسال، هو واحد العضله ديال الظهر، عضله ديال الظهر هي اللي كنديروها بالجلد اللي مقابل ليها وكنديروها باش تعطينا الحجم. بالنسبه للبلاصه اللي حيدنا منها العضله ما كاينش اثار جانبيه، كتكون اون سيكاتريس تما مي ريان دو بلوس. سيتادير ان المريضه يمكن لها من بعد جوج سيمانات تعيش الحياه ديالها عاديه، تهز الى عندها شي وليدات، تمشى، دير شغال، يمكن لها دير اللي بغات. بالنسبه للناس اللي الحاجه الاخرى اللي درنا معها، سيتادير درنا العضله ديال الظهر وزدنا حقن ديال الدهون ديال الشحوم ديال المريضه، سيتادير ان كل شيء صوبناه من عند المريضه، ما زدنا لا سيليكون لا حتى حاجه. بالنسبه لهذا باش كناخذوا باش كنحاولوا يكون عندنا الماكسيموم ديال الحجم، كنحاولوا من العمليه الاولى نوصلوا لتقريبا نفس الحجم ديال الثدي اللي نورمال. شحال المده اللي كتستغرق هذه العمليه؟ هي عمليه نورمالمون كتستغرق ما بين 3 سوايع حتى 5 سوايع اون فونكسيون ديال الناس اللي خدامين. بالنسبه لهذا حنا باسكو انا بوحدي اللي غادي نجراح، وبالتالي انا اللي كنخيط وداك الشيء، سا برون ان بو بوكو بلوس دو طون. ولانها علاش خدات شويه الوقت؟ حيت مازال ما ليكيب مازال ما مولفاش كيفاش باش نصوبوا، حيت فيها جوج ديال لي بوزيسيون كتكون المريضه ناعسه وبوزيسيون عن الجنب باش كنهزوا ديك العضله، سي بور سا كتاخذ شويه ديال الوقت. بنظري يعني على النقطه اللي قلتي لي مازال ما مولفاش، شنو هو الاشكال اللي كاين باش ما كيداروش بحال هاد العمليه؟ الوغ ما كيداروش، اول السبب الرئيسي علاش ما كيداروش، حيت المرضى ديال السرطان ما ديال سرطان الثدي هذا وما تيعرفوش انه كاين في المغرب كاين امكانيه ديال اصلاح الثدي من بعد الجراحه. خص الناس اللي كيديروا الاشعه، الناس اللي كيديروا الدواء الكيماوي، لي جينيكولوج ديال الاطباء ديال التوليد والنساء اللي تيقوموا بالبتر، خصهم يبروبوزيو على هاد النساء اللي وقع لهم البتر ولا هذا في العام في الكونسلطاسيون الاولى في التشخيص ديال الاخر. لانه من بعد ما كيتبتر داك الثدي ضروري خص باش ترجع لها لا فيمينيت الانوثه ديالها، ليستيمون سوا ولا لا كونفيونس اون سوا ديال هذيك المريضه. دونك يفو جوست بروبوزي، خص تقول انه كاين اون بوسيبيليتي، كاين امكانيات ديال الاصلاح، ما كاينش غير هذا الطار، ما كاين بزاف ديال الامكانيات ديال الاصلاح ديال الاخر ديال الثدي. من بعد هذا الاصلاح واش غادي يكون شي اثار جانبيه او لا سلبيه من بعد العمليه بالنسبه للمريض؟ بالنسبه للمريضه بعد شويه ديال الحريق مباشرة من بعد العملية، قلت لك أن المريضة واخا حيدنا لها العضلة ديال الظهر كلها كيمكن لها من بعد واحد السيمانة تعيش الحياة ديالها عادية جدا، سيتادير تهز الأثقال، تهز الثقل هذا، دير الرياضة، دير كاع الحياة العادية ديالها سون بروبليم. مثلا على المواد يعني المكلفة بالمقارنة مع مثلا الا كانت كدير في شي مسح. بالنسبه للمريضه اللي درنا اليوم، سي اون باسيون راميديس اللي عندها الراميد،
يعني بيان سور هي ان السيستم دراميد هو اللي تكلف بالعمليه ديالها ودارت العمليه ما خلصتش زعما حتى حاجه من غير الحوايج اللي تنختاروا اللي ما كان ماشي ديسپونبل في لوبيتال اللي خصها هي تشريهم سافوار لي زاكافوز وداك الشيء. وعلى هذا الشيء واش يعني كاين المعدات كافيه بالنسبه للطبيب اللي يقدر يداوي بها المريضه ديالو؟ كاينين ماشي كلشي ولكن كاين دو كوا فير. ما حد ما درناها الا وراه كاين خص شويه ديال العزيمه بيان سور المساعده ديال 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 الاداره ديال 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 المستشفى المساعده ديال المندوبيه المساعده ديال الجمعيات و اون بو فير با مال دو شوز. اخر كلمه او رساله للناس اللي محتاجين لهذا الشيء ولكن ما كيعرفوش كرساله توعيه الو اي سيده وقع لها سرطان الثدي وفتحات عليه ماشي نهايه العالم. الو كاينين في دول اخرى اللي كيدار الاصلاح ديال الثدي مباشره من بعد مع العمليه ديال البصر كيتصوب الثدي مباشره. صعيبه شي شويه انه في المغرب مازال ما تصوبش. كاينين في شي بلايص ولكن كان انا جانفيت وكنقول للجميع السيدات اللي اكتملوا الدواء ديالهم العلاج الكيماوي هذا انهم يجيو يمشيو عند جراح ديال التجميل ولا ديال الاصلاح جراح الاصلاحيه اللي حداهم ولا اللي في السبيطار اللي عندهم ويديروا اون كونسلطاسيون ويشوفوا الامكانيات ديال الاصلاح في هذا. مرحبا بكل فرح. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتوره البوطينديه مديره المركز الشفائي الاقليمي بالناظور. تمت اليوم بالمركب الجراحي للجراحه التقويميه والحروق. تمت عمليه تقويميه لثدي سيده في الثلاثينات اللي كانت ضحيه مرض السرطان وتمت بتر الثدي ديالها. هاد العملية اللي نوعية شيئا ما لأن كانت كتكون حكر على المستشفيات الجامعية واللي دارت أول مرة عندنا هنايا كللت بالنجاح اللي دارها الدكتور أمين حوسة رئيس قسم الجراحة التقويمية ومصلحة الجراحة التقويمية والحروقات. من هذا المنبر انا كنحيي هاد الطاقات الشابه اللي عندنا والطموح ديالهم وكنشكرهم بزاف. كنشكر جميع فريق كنشكر دكتور حوسه والفريق اللي عاونوا من الممرضين اللي كانوا معاه وكنحيي هاد الجراحين الشباب اللي كيديروا هاد العمليات اللي راه ماشي اول مره كدير عمليه نوعيه عندنا هنا. دارت على مستوى الاعصاب على مستوى الجراحات للعظام وحنا كنحاولوا نهيئوا لهم الجو المناسب ان شاء الله والمعدات باش يديروا الخدمه ديالهم. وانا كنقول نداء للسيدات اللي تم بتر الثدي ديالهم من بعد مرض السرطان اللي كيساليو الحصص ديالهم ديال العلاج الكيميائي والاشعه يتصلوا بنا هنايا المستشفى وباش تم اعاده زرع الثدي ديالهم وشكرا. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار المجهودات اللي كتقوم بها وزاره الصحه من اجل تحسين الولوج الخدمات الصحيه تمت اليوم بحمد الله وشكره عمليه جراحيه تقويميه لثدي سيده في الثلاثينيات اللي تم بتره في اطار يعني كانت مريضه بمرض سرطان هذه سنتين. وهذه اول عمليه كتجرى في اقليم ناظور وكنغتنم هذه الفرصه باش نهنئ الطاقم الطبي والتمريضي على هذا الانجاز وطبعا اداره المستشفى الحسني. وهذه يعني انجاز يعني بادره خير وفتحه خير لانجازات اخرى مقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا.